رئيس نزاهة 44% من المشاريع التي تم الوقوف عليها متعثرة. وأيضا في يهلا لهذا المساء، أعضاء الشورى يبحثون فكرة التجنيد الاختياري ويرجحون أن تكون المدة عامين، وأيضا جائزة التميز للمنظمات غير الربحية التابعة لجائزة الملك خالد، نتعرف عليها أكثر مع أمين الجائزة، إضافة إلى باقي فقراتنا الثابتة كما عودناكم كل مساء في يهلا. أكد رئيس الهيئة، أول شيء مساكم الله بالخير، شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقتنا لمتابعتنا في أهلا. نبدأ أول خبر، إذ أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة الدكتور خالد المحيسن أن عدد المشاريع التي تم يعني الوقوف بها 1546 مشروع، 44% من تلك المشاريع متعثرة، لكن هل تتماشى هذه النسبة مع النسبة التي ذكرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؟ نتابع هذا التقرير ثم نعود للنقاش. المشاريع المتعثرة الوجه الآخر للفساد، والتي بسبب تعثر هذه المشاريع تتعثر الخطى نحو تنمية حضارية وبيئية أفضل. المختصون يرجعون تزايد نسبة المشاريع المتعثرة إلى غياب التخطيط المسبق وإلى عدم وضوح الرؤية، بالإضافة إلى ضعف بعض المقاولين المنفذين والاستشاريين المؤهلين، وإلى غياب المعلومات الضرورية لعمليات التنفيذ. ورغم جهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة في الوقوف أمام المشاريع المتعثرة، إلا أن نسبتها لا تزال عالية، حيث ذكر رئيسها الدكتور خالد المحيسن أن عدد المشاريع التي تم التشخيص بها 1526 مشروعاً بلغ نسبة المتعثر والمتأخر منها 672 مشروعاً، أي ما تشكل نسبته 44% من تلك المشاريع. ورغم اختلاف وتباين هذه النسبة التي أوردتها نزاهة مع ما أورده تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية، والذي أشار إلى أن نسبة المشاريع المتعثرة بلغ 33%، إلا أن المواطن لا يهمه هنا أن نسبة المشاريع المتعثرة بلغت 44% أم 33%، بقدر ما يهمه أن تعكس المبالغ الطائلة للإنفاق الحكومي على المشاريع مستوى طموح القيادة والمواطن وبلد حضاري أفضل. شكرا مصعب المرضي، يسرني لنقاش هذا الموضوع أن يكون معنا في الاستوديو المهندس سعد الدلبحي المحكم الخبير الهندسي، وأيضا الأستاذ فهد الحمادي وهو رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين. أهلا وسهلا بضيوفي الأعزاء، أبدأ معك مهندس سعود، كيف ترى هذه النسبة التي ذكرها الدكتور المحيسن رئيس نزاهة؟ هل هي منطقية؟ هل هي صادمة؟ هل فاجأت المتابعين والمتخصصين؟ والله النسبة ما دام نزاهة تعتبر حقيقية لما تم، لكن النقطة الأساسية هذا فيما تم الكشف عنه، لكن ما لم يتم الكشف عنه هناك عدد كبير ما تم عنها الكشف، لا يتجاوز 1200 مشروع يعني، فهذا عدد قليل مقارنة بالكم الهائل من المشاريع الموجودة في البلد. لكن أخ علي لو جينا نفسر إحنا الآن وش معنى التعثر؟ التعثر في الحقيقة هو عدم وجود سيولة لتمويل المشروع، لكن ما غير التعثر، ما غير هذا لا يعتبر تعثر، بل هو ينتج عن خلل في الإدارة في الجهة المشرفة والرقابة، حتى وتم تعويله في الآونة الأخيرة أن المقاول السبب فهو غير صحيح، حيث أن المقاول الغير صالح ممكن التخلص منه بموجب النظام خلال 15 يوما، فنرى مشاريع لها 15 عاما تترنح في مكانها، والوزارات يعني عدم تطبيق النظام والمحاباة فيه أو كذا، فهو قصور. لكن الواقع
إن الأسباب التي توقف المشروع هي ليس أسباب عائدة للمقاول حتى يتخذ ضد هذا القرار بسحب المشروع، بل يعود للإدارة في قصور في التصميم، قصور في التنفيذ، ساعات مشاريع وهمية ليس لها أماكن لتقام فيها، أو إنها فتجد الوزارة نفسها رست وعملت عقد بدون أن توجد أرض. فهذا يعني شيء مؤسف جدا، كيف يتم الترسي على مشروع لم يعرف موقعه في الأرض حتى الآن؟ وهذا معنى الدراسة خاطئة والأمور خاطئة. ثاني شيء، اعتادت الإدارات أن تطرح مسمى مشروع ثم تبحث عن المشروع نفسه، عن مخططاته وعن تصاميمه وعن موقعه، فهذا الأسلوب أدى إلى خلق فوضى، وثم خلقت أعذار أن السبب المقاول أو الاستشاري وغيره، لكن السبب يعود لإدارة المالك، فإن المالك مسؤول عند تقويم الأمور وتصويبها، حتى لو حدث معه خلل من مقاول أو استشاري يتخلص منه خلال 15 يوم. لماذا؟ يعني هذا يعني عدم استخدام النظام وعدم الشفافية والمحاباة، أو يعني هناك مشكلة كبيرة جداً في إدارة المشاريع أدت في الآونة الأخيرة إلى الترويج أن هناك يعني أسباب غير واقعية، لكن الحقيقة تعود للمالك وإدارة المشروع وإلى إن هل في مشروع أو لا. يعني السؤال يطرح نفسه عندما أقول ليس له موقع، الأرض لم تخصص والمشاريع راسية، فهذا مصيبة يعني كبرى. يعني ما المشروع يطلب، يعني كما نعلم مسؤوليات المالك ثلاثة، اللي هي التمكين من العمل واستلام العمل ودفع المبالغ، فعندما يقصر في احداها لا يمكنه من موقع ليعمل فيها المقاول ثم يلومه انه متعثر. طيب، هذه مشكله. لا، خليني اشوف المعاناه المقاولين بالضبط، الصغار ولا الكبار ولا اللي يروحون بين الاثنين في الطوشه. استاذ فهد، يعني انت عندك المام كبير بهذا الملف على مر السنوات، وش اللي قاعد يصير بالضبط؟ وايضا اسال، هل هذه نسبه فعلا حقيقيه منطقيه ام من الواقع اكثر سوء؟ وإذا أخذنا هذه على أنها صحيحة، ما الذي يجعل هذه المشاريع متعثرة؟ أسعد الله مساءك ومساء المستمع بكل خير. أنا أشكر نزاهة على إيضاح الحقائق. نحن المقاولون لنا 6 سنوات نطالب بعدم نسب التفريق بين التعثر والتأخر. نزاهة نشكر رئيسها ونوابه في تجسيد حالة مشاريع المملكة العربية السعودية، وأن نسبة كبيرة جدا من هذه المشاريع تعثرت 44 أو تزيد شيئا قليلا أو تنقص، ولكن هذا هو الرنج. إذا قلنا جزافا 50% من مشاريع المملكة تعثرت، فهي أسباب عديدة. أولا، تعثرت المشاريع لعدة أسباب. المقاول لا نعفي أنفسنا من أسباب التعثر، ولكن إحنا جزء من التعثر. التعثر حصل عدة مراحل. أولا، الوثائق، أول ما يرسل المشروع الوثائق هذه تعتبر غير مكتملة وغير واضحة، ونحن في هذه الحالة من كثرة المشاريع والضغط على الوزارات صارت الوثائق قص ولزق وترسية مشاريع. ثانيا، مرحلة الطرح، عدم توفر نسخ كافية، التعديلات المتأخرة في الوثائق، تمديد فترة تقديم العطاءات، يعني تلقى الترسية، دقة الاسعار والاسترشاد بها لا يوجد دقة للاسترشاد، كل يعمل وكل وزارة وكل قسم من الوزارات استرشاديته جهة اللي عنده أو المرجعية إلى أسعار مقاولين سابقين متعثرين والاسترشاد بها. نسبة 35%، هذه نظام في المناقصات، 35% من الأسعار، أقل أسعار ترسع أقل من الاسترشاد السيء. مراحل التنفيذ، تسليم الموقع، توقع على الموقع وهو فيه عدة حاجات، متغيرات، فحص تربة لم تفحص تربته، أعداد التصاميم، خطابات الاعتمادات، اعتماد المواد، المستخلصات، كل هذه المراحل من أسباب التعثر. رابعا، مراحل التسليم، تسليم الجهة المستفيد، عدم إيصال الخدمة، ما في خدمة، تمديد فترة الضمان، ما مفهوم متطلبات الضمان، الإفراج عن الضمان، الصرف. إحنا في المملكة العربية السعودية ولله الحمد هالضخ اللي أولته حكومة الرشيدة حصل في خلل الإشراف، الإشراف رديء جدا، وسبب التنافسيات في الأشراف،
الجهاز الحكومي، المهندسين ظلموا، مهندسين رواتبهم متدنية، مهندس في القطاع الخاص يأخذ 40,000 50,000، في القطاع الحكومي يأخذ 10,000 12,000، في الشركات التي هي حكومية خاصة راتبه يستقطب من الوزارة ويعطى 30,000 40,000، وفي الحكومة يصبح راتبه 10,000 ويصير ناقم على المشروع ويسرد له مشاريع 200-300 مليون يشرف عليها. المقاول مع هالضخ الكبير برضه لم يحدد المركز المالي والمركز وقوته المالية لتنفيذ هذه المشاريع، يأخذ عدة مشاريع. عدم وجود هيئة مقاولين تضبط آلية من هو المقاول ومن هو اللي يدخل هذا المشروع وكفاءته المالية وتحديد قيمة المقاول، الربط، التعامل مع الأجهزة، الربط مع الأجهزة الحكومية، كل هذه ناقشناها قبل يومين في هيئة مكافحة الفساد في نزاهة، وكانت بكل شفافية وكل أريحية نقاش. يؤسفني جدا لم يحضر بعض الأجهزة الحكومية المعنية. العقد، عقد فيدك لا يوجد. العقد نزاهة تقول فيه 6 فقرات من العقد هي من أسباب التعثر باعتراف نزاهة. طيب. كل هذه الأمور تعتبر من التعثر مستخلص، والتأخر عند الاستشاري يعني المقاول في المملكة العربية السعودية من أحسن المقاولين في العالم. أنا رئيس الاتحاد العربي للمقاولين في العالم العربي كله، درت ما في مثل المقاول السعودي، وتحمله وقوة التحمل في ألمانيا في فرنسا كلها زرناه كله ما أعلى منه. لا خلينا إحنا بس عربيا أوكي، بس أحسن من المقاول الألماني السعودي كثير. السعودي أحسن من الألماني والفرنسي إذا نظم اكثر. خلنا اذا اعطي حقوقه الحين شوف عربيا انا استراني سكت إيه؟ بس نروح لالمانيا وفرنسا يعني ما نقدر، لان في اتحادات تنظم المقاول، يطلع المقاول هو مقاول وكل واحد يحمل شنطته يقول انا مقاول. اذا خلينا نقول البيئه المهيئه لعمل المقاول هي افضل في تلك البلدان. هي البيئه. طيب احنا ما نقول لك المقاول في تعثر من المقاول، لان ما اسند له جهاز يحمل مقاول ينظم المقاول. طيب راح ارجع انا بعد شوي معك استاذي فيما يتعلق كيف ممكن ننشا هذه البيئه، ولكن انا في سؤال للمهندس الدلبحي فيما يتعلق ب كيف لنا مثلا وزاره الشؤون البلديه يقول لك 30% من المشاريع متعثره، وتجيك نزاهه تقول 44. طب احنا نصدق منه يعني فيه؟ لا هو ما لا تعارض بين النسبه هذه، مثلا وزاره البلديه تتكلم عن مشاريعها لكن نزاهه تشكل بشكل العموميه عن الجهات الحكوميه. هناك جهات التعثر فيها يصل الى 80% من مشاريعها، يعني ما في داعي نذكر اساميها لكن معروفه. وثاني شيء حط مثلا في جهه التعليم الفني اعترف انه لم يسبق له في تاريخه ان يستلم مشروع في تاريخه المحدد، جميع مشاريعه متعثره، يعني 100% متعثر. لكن احنا نتكلم الان يا اخي المساله العاليه الذي قاعد يعامل فيها المشروع عندنا، اول شيء حتى القضاء يمنع المقاول من إقامة دعوة خلال تنفيذ المشروع، لازم تنفذ المشروع حتى تتمكن من إقامة دعوة ضد الجهة الحكومية. فهناك حصان على التعثر يعني للأسف يعني. فالمسألة يجب أن يكون هناك جهة تتقبل الشكاوي وتحلها أثناء التنفيذ أثناء الترسية. حنا نؤمن أن الخلل يحدث في أي مكان، لكن عند ما يكون هناك مقاول يوقع عقد على أن فيها أرض ثم ما في أرض، ما كيف الطريقة يتخلص من المشروع؟ لا يمكن يتخلص. أكبر ضحية وأكبر خاسر في المجموعة هو المقاول نفسه، عندما يستمر يصرف على مشروع 15 سنة والمفروض أن ينجز في سنة، إطالة المشروع من الخسائر التي يتكبدها المقاولين في العالم. ثاني شيء نجي لمقارنة المقاول في العالم، لكن العالم كله اتفق على أن عقد الفيدك هو العقد الدولي الموحد لجميع دول العالم، ولا يمكن عمل صناعة مقاولات بدون تنفيذه. اللي احنا نستغرب نحن يعني 115 دولة الآن وفي تزايد عدد الدول اللي تنفذ، منها الدول العربية عندما نتكلم، فهذه تنظم العلاقة. مسألة قياس المقاول الأفضل وغير الأفضل، أنا أعتقد أن المسألة المقاولين مثل مشاريع الجبيل وينبع، هي الجبيل وينبع ما فيها تعثر، صفر، أرامكو صفر، هو نفسهم يعمل لهم مقاولين سعوديون، ونفس المقاول اللي يعمل عندهم يروح للبلديات ولا يروح للتعليم الفني يتعثر 30% و40%. فالخلل في الجهات وفي كيفية إدارة المشروع. المقاول عند أنا أقول المقاول السيء والغير صالح تخلص من خلال 15 يوم، ليس جلسة
15 سنة أو الاستشاري السيء وتقول المشروع متعثر، هذه حجة واهية، وهذا حجة لعدم تطبيق النظام وعدم العمل على حماية الممتلكات العامة. كيف يقصر مقاول أو مسؤول عند تنفيذ الأنظمة؟ لكن السر في ذلك أنه يعرف أنه مخطي كجهة، أن عنده نقص في الوثائق، عنده نقص في المستندات، عنده مشكلة كبيرة، ويحاول أن يعالجها. منهم الترخيص، الترخيص اللي هم مسؤولية الجهة، والاختبار التربة يتكلمون عنه. النظام ينص اختبار التربة من المالك، من الجهة الحكومية، ويكون قبل الترسية. اثنين، الترخيص، مقاول يبحث عن الترخيص لبداية العمل 3 سنوات و4 سنوات، وزارة النقل تمنع وزارة المياه، وزارة البلديات تمنع وزارة الكذا. يا أخي هناك الترخيص ليس مسؤولية المقاول في جميع العقود. أنت انظر للقطاع الخاص، لو عندك فلة تبنية ولا يوجد عندك ترخيص ولا ما يوجد عندك أرض، هل توقع عقد مقاول وتطلب منه أن ينفذ وتعتبره متأخر؟ هذا اللي قاعد يمارس في الجهات الحكومية. فهناك المبادئ البسيطة الأولية لم تطبق، وكثير من المشاريع يطبق يعني ليس يعني أرى أن فيه خلل في الترسية. لكن لو فيه خلل في الترسية، لماذا لا يفسخ العقد؟ لماذا لا يبحث عن مكان بديل؟ لما في هناك 120 حل غير سحب المشروع، يعني ممكن نصل إلى حلول والمشروع ويحافظ على المال العام ويحافظ على المقاول ويحافظ على الجهات كلها، وهذا كلها معالجة في عقد الفدك ومعالجة بنظام المشتريات. لو نظام المشتريات يطبق السعودي بما فيه من مساوي لحل 90% من المشكلة. ثاني شيء، احنا نزاهة سبق ان اعترفت 90% من المعوقات من الجهات الحكومية في احدى المؤتمرات صرحت بهذا، فاعترفت باشياء كثيره ما لا داعي لذكرها، ان هناك خلل في الجهه المالكه المديره للمشروع. وللاسف الان حتى جلبوا مقاول اجنبي واستشاري اجنبي. الاسكان الان الاستشاري حقها اكبر عقد في العالم ومن اعظم الشركات في العالم بارسون، لكن شو مشاريعها متعثره، لماذا؟ طيب خلينا نكمل ونشوف، نرجع على موضوع البيئه الجيده للعمل المقاول، ولكن أستاذنكم في فاصل أول. أهلا وسهلا بكم من جديد. لازلنا نناقش النسبة اللي تعثر المشاريع 44% بحسب نزاهة، 33% بحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية. ضيوفي الأعزاء المهندس سعود الدلبه المحكم والخبير الهندسي، والأستاذ فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين. أستاذ فهد، ما هي البيئة اللي تضمن للمقاول السعودي أداء عمل جيد، تسليم في وقت مناسب وبصراحة وبكل شفافية؟ ما هي العوائق والمشاكل اللي تواجهون البيئة؟ احنا لا نستحدث شيء جديد. العالم من حولنا حدد جهاز يسمى سواء اتحاد او هيئه تنظم هذا القطاع. الهيئه تكون مربوطه في المانيا، مربوطه بوزير النقل مثلا، في تركيا مربوطه بوزير الاقتصاد، في الصين مربوطه بوزير. هذا الوزير يربط به جميع الاجهزه، تنظم هذه الآلية بحيث تراقب المقاول. في نفس الوقت البيئة الصحيحة للمقاول في المملكة العربية السعودية، صدر قرارات عديدة لم تطبق. الاسترشاد بعقد فدك، استرشادنا بعقد فدك ليس تطبيق عقد فدك، احنا في دول أخرى طبقوا عقد فدك. فالمقاول السعودي الآن يشتغل في بيئة صعبة جدا، ولذلك ولله الحمد ينفذ مشاريع. إذا قلنا 80% أو 85% من مشاريع المملكة العربية السعودية نفذها مقاولين سعوديين، قد يكون احنا مبالغين أو غير مبالغين، لأن هذا الحقيقة فعلا هو اللي تحمل الجلد، هو اللي تحمل تعثر الأراضي، تأخر وزارة العمل والقرارات الفجائية، العقد، تأخير الصرف، الإشراف الرديء. كل هذه البيئة إذا لم يكن في منظومة تنظم هذا القطاع، وفي نفس الوقت رقابة لإدارة المشاريع سواء تربط بوزير أو تربط بأي جهاز حكومي، يكون هذا القطاع المشاريع تحول إلى هذا القطاع،
حتى لو تنفذها يعني الأنانية عندنا والمركزية لكل وزارة تنفذ الوزارة، ولكن يكون في رقابة للمملكة العربية السعودية عن طريق جهة، ويكون فيه جهتين اللي هي هيئة المقاولين والجهة الإقرابية، بحيث تؤهل التصنيف شهادة مثل شهادة الكواليتي والجودة وشهادة المواصفات والمقاييس مثل أي شهادة، لا نستغني عنها ولا نطالب أن تلغى التصنيف، ولكن يكون فيه تأهيل أو جهاز مع الهيئة المقاولين تعد المقاول، فهد كم حجمه كم قدرته يعمل على الجهاز، أي وزارة تدخل على الجهاز شوف حجم فهد وحجم قدرته بتنفيذ المشاريع. في نفس الوقت إذا زادت قدرته وزاد الكادر وزاد، هي عدة عوامل منها البيئة، القرارات الفجائية ما نبغى قرارات فجائية، الصرف يكون منتظم، اللوائح في العقود تكون واضحة، وثائق المشروع تكون واضحة. إحنا في العمالة ما يقول لك سعود 10% سعود 8% وسعود سعودات وهمية. إحنا في المملكة العربية السعودية ضرينا شبابنا، الشباب الثانوية العامة الذي تخرجوا من سنتين وثلاث أربع سنوات وتوظفوا على 3000 أو 5000 أو 6000، إحنا لم نؤهلهم التأهيل الجيد لأن ما في إعداد جيد. إحنا أعطيناهم مكافآت سواء يعمل في القطاع أو لا يعمل، فما بالك بقطاع المقاولات؟ قطاع المقاولات لا يستهلك ولن يوظف أكثر من 2% 2% في التنفيذ، 1% في التشغيل والصيانة، لأنها كلها عمالة. يليت هالمبالغ هذه أخذت وعمل بها ورش وشرط على فهد ورشة عمل تدريبية مستمرة لهذا الجيل، هذه المبالغ أخذت للتأمينات الاجتماعية لأبناء بناء أبراج، أخذت لصندوق الموارد البشرية ويعود منها جزئيات، المقاول جاء قرار فجائي ارتفعت الأسعار في هذه الحالة على المواطن على المستهلك. المقاول هو الوحيد في المملكة العربية السعودية، المستهلك للمصنع، المستهلك للمستأجر، المستهلك للمواد، المستهلك للنقل، لجميع الأقطار، هو المقاول في المملكة العربية السعودية هو المستهلك لهذه. أي مردود عكسي على المقاول يسمع لجميع الجهات هذه يرتفع التكاليف، ففي ارتفاع التكاليف احنا ضرينا أنفسنا ووطننا بغير لا نشعر. لا يمنع أنك تأخذ من فهد مبالغ، ولكن تعد المبالغ للتدريب للتطوير للتأهيل هذا الجيل للمستقبل. لا يمكن سعودي يعمل عامل في الوقت الحاضر، أبائنا وأجدادنا صحيح يعملون عمال وكانوا يعملون في البناء، ولكن لا يعني ولله الحمد بهذه النهضة اللي احنا فيها في المملكة العربية السعودية إنها نجبر أبناؤنا يعملون عاملين. المهندسين، احنا عندنا كم مهندس في المملكة العربية السعودية؟ 180 ألف مهندس أجانب، احنا ما عندنا إلا 30 ألف مهندس. ليش نضغط على أنفسنا ونعمل مضايقة للمهندس الأجنبي والكفاءة الأجنبية إذا استمر 10 سنوات نحسب بالسعوديين أو 3، ولا نضغط على أنفسنا في أن نرحل الكوادر الجيدة للخارج تستقطب في أماكن أخرى؟ لا بس شوف، فيما يتعلق بالمهندس السعودي خلى من عمالك، المهندس السعودي أنتم تحملون مسؤولية أن تكون بيئة عمل أفضل من كذا يعني، وأنتم تفرقون بينه وبين المهندس الأجنبي. وش فرق؟ لا مزمار الحي لا يطرب عندكم. لا مزمار الحي يطرب، والمهندسين القادة موجودين الآن ورواتبهم أحسن من رواتب الأجانب. المهندس أول ما يتخرج الآن ويجي عند أي شركة يأخذ 10,000 ريال، والمهندس الأجنبي متخرج له 10 سنوات ويأخذ 6,000 و7,000. لا ما في التفريق، بالعكس المهندس الشاب السعودي هي فرصتها الآن في المملكة العربية السعودية. طيب. في القطاع الخاص. طيب. وليس في القطاع الحكومي، القطاع الحكومي راتب 6,000 ريال. طيب خليني أسمع رأي المهندس. والله شوف، البيئة النظيفة، العدل والإنصاف يقيم الأمور جميعا، العقد الواضح، المقاولات معروفة تزيد بنسبة المخاطر في عملية الدفع، في عملية الإدارة، في عملية كذا. فنحن الآن بعقودنا الحكومية باتجاه بالإدارة اللي قال البيئة هذه قاعدة ندفع أسعار مضاعفة للمشاريع، والدليل على ذلك لو قارنت مشاريع الدولة مع
مشاريع القطاع الخاص لو شفت هناك فرق كبير في الأسعار يصل ربما إلى 10 أضعاف. اثنين، لو نظرنا الآن إن الإدارات نفسها الحكومية الآن أصبحت البنوك تصنفها وتحط منها قائمة سوداء، الدائرة هذه تأخذ بنصف أسعار الدائرة هذه نظرا لجودة الإدارة فيها. اثنين، لو نظرنا لوضع المهندس والعامل، المقاولات من أسوأ الأماكن للتوظف، في دول شمال أمريكا يتوظف شهرين بالسنة يعمل لأن عندهم الثلوج تغطي الأماكن الكونستراكشن الأعمال التنفيذية، ثم يجي هنا المشروع أطول مشروع عندنا وظيفة تستمر 2 أو 3 سنوات بمدة المشروع، فبعدها ماذا يصير الموظف؟ ده مفروض دائما يعني الريسك فيها عالية، المخاطرة فيها عالية. اثنين، نحن مع الناس المستفيدين من القطاع، المهندس السعودي لا يمكن يستقيم أمره ما دام إن القيادة والريادة للقطاع الخاص هي الجهات الحكومية، وفي الدول اللي حولنا تلقى الحكومة تدفع أكثر من القطاع الخاص لاستجلاب القدرات الكبيرة، يصل في الدول اللي حولنا أن مدير الإدارة يستلم 75,000 ريال دول الخليجية، فإذا كان هنا يستلم 10,000 ريال مدير الإدارة وهو الذي يدير القطاع الخاص، فهذا المشكلة. يعني إحنا جميع الموظفين السعوديين لا يكفون لإدارة الحكومية، عدد قليل جدا. فالشيء الثاني أن الذي نجح منهم في القطاع الخاص صحيح لما كانته وتدرب والآن أصبح يمتلك شركات بنفسه ويدير القطاع بنفسه، لكن نعم هناك مشكلة، لكن المشكلة الأساسية اللي وزارة العمل اتجهت لها أخذت تجربة الخطأ والصواب، كل يوم تصدر قرار لكن لم تدرس من العاطلين عن العمل ولا كيفية البحث لهم عن وظائف ولا كيفية تسكينهم في وظائف مستديمة، وبحثت بطريقة عشوائية تجيب نسبة 10% 5%. ثاني شيء، السؤال الذي يطرح نفسه، وزارة العمل تهدد التنمية بشكل كامل، تهدد الزراعة والصناعة وجميع القطاعات، لا هل العمالة الموجودة في البلد تكفي؟ العمالة اللي جو تحولوا إلى تجار يمارسون التجارة وهربوا أو لقوا متسترين أو لقوا أي شيء وتركوا قطاع العمل التنفيذي، فأصبح لا يستفاد منهم. نريد دراسة محلية واقعية. الآن الضحية المواطن من تراية الخطأ والصواب، والضرائب لا تشفي يعني ولا تكفي، يجب أن يكون هناك العاطلين من العمل من يقابلهم وين توجد أماكن وظائفهم ثم نوظفهم وتضيفهم. التدريب المهني، جميع المشاكل اللي ناتية من التدريب المهني، التدريب المهني ترك جميع العالم، التدريب لا يحتاج ل6 أشهر، المؤسسة العامة وضعت برامج ل3 سنوات الآن فشلت ما عدا إقبال، أحد الكليات تتقدم لها 2، واحد الكليات تتقدم لها 1 لأنها أصبحت تقلد وزارة التعليم العالي، فيجب أن تعود المؤسسة العامة وتدرب الناس العاطلين عن العمل 6 أشهر تأهلهم لمهنة، المساح، الرسام، الأعمال الهندسية، المراقب، النجار، الحداد، السباك، هذول 6 أشهر يكفيهم يتخرجون يكونوا قادرين. طيب. نعم أنا وقت انتهى، بضيف شيء؟ إيه لو تكرمت، يعني أنا أتمنى ألا نقضي على قطاع المقاولات. السفير الكوري أتى إلى مكتبي قبل 3 أيام يسوق لشركة ومعه مندوب الشركة، ونحن في المملكة العربية السعودية، أنا من هذا المنبر أتوجه إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى رئيس الاقتصاد محمد بن سلمان ليسمع هم المقاول السعودي ويجلس مع المقاول السعودي وننمي ونصدر. أنا أشكر وزير التجارة على تنمية الصادرات وسفره لتنمية الصادرات، فأتمنى أن في يوم من الأيام أن نصدر وأن يكون سفراؤنا في الخارج داعمين مثل ما هذا السفير الكوري أكثر من مرة، السفير الكوري والسفير الصيني والسفير قابلونا في مكاتبنا للتسويق لشركات في أعمال المقاولات، ونحن بعضا من وزرانا الله يجزاهم عنا خير يقضون على شركاتنا وينسبون أخطائهم في الوزارات علينا كمقاولين في المملكة العربية السعودية، وإحنا مواطنين لا أحد يزاود علينا في وطنيتنا ونحب وطننا أكثر ومستعدين نضحي بكل مالنا كمقاولين للوطن. نعم، شكرا لك الأستاذ فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، وإن شاء الله صوتك يصل، وأيضا شكرا للمهندس سعود الدلبحي وهو المحكم والخبير الهندسي. وقتنا في هذه القضية انتهى، فاصل ونعود لكم بعد قليل في ملف آخر. شكرا.